نعم، المئات ما زالوا يمرون من هنا من خلفنا عبر باب الأصباط خارجين من صلاة الجمعة بعد أن أدوا الصلاة الأخيرة يوم الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك. حسب الأوقاف الإسلامية دخل ما لا يقل عن 160 ألف مصلٍ اليوم، بمعنى أن الأعداد كانت أكثر بقليل مما شهدناه خلال الجمعة الماضية، الجمعة الثالثة لشهر رمضان. 160 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم داخل باحات الحرم القدسي. هؤلاء طبعا فقط من تمكنوا من الوصول، لا ننسى بأن هناك الكثير من المعيقات أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبالطبع قطاع غزة يعني أوضاع المعيقات والمنع من سكان قطاع غزة من الوصول إلى هنا هي أصعب بكثير من الضفة الغربية، بمعنى أنه لو أزيلت هذه المعيقات لرأينا ربما الأعداد قد تصل إلى نصف مليون أو أكثر. على أي حال هذه هي الأعداد التي كانت تصل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك قبل الانتفاضة الثانية. أيضا بعد صلاة الجمعة كما حدث أيضا خلال الأسبوع الماضي كانت هنالك مسيرة انطلقت بعفوية تامة من بعض الشبان داخل باحات الحرم القدسي، كانت هتافاتهم عن الأقصى وأيضا إدانة للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وأيضا هتافات ورفعوا رايات الفصائل الفلسطينية داخل باحات الحرم القدسي. كما ذكرنا لم يسجل أي حدث استثنائي. طبعا المعيقات والحواجز داخل البلدة القديمة وفي محيطها صارت جزءا من المشهد في شهر رمضان، وأيضا منع عدد من الناس إبعاد بعض الفلسطينيين والمقدسيين عن المسجد الأقصى، صارت كلها جزء من المشهد الاعتيادي هنا في مدينة القدس. قبل ذلك في خطبة الجمعة قال خطيب الأقصى والمفتي القدس بأنه يدين اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى. دعا الفلسطينيين جميعا للرباط في المسجد ليس فقط في رمضان وإنما أيضا بعد انتهاء هذا الشهر الفضيل، وقال بأنه بالرباط واستمرار الوصول إلى المسجد الأقصى والبقاء فيه هي الضمانة الوحيدة لمنع مرور الخطط الإسرائيلية بتقسيمه زمانيا ومكانيا. الأوضاع الآن تبدو هادئة، كانت هنالك بعض أحداث توقيف لشبان واعتقال لحالتي اعتقال صباح اليوم من باب العمود، سبقتها أيضا حالتي اعتقال لشابين من داخل المسجد الأقصى المبارك في الأحداث التي شهدناها صباح اليوم من اشتباكات واقتحام. في الحقيقة يعني كان إمعانا بقمع الفلسطينيين وتخطيا لكل الحواجز والخطوط الحمراء بالدخول عبر المسجد الأقصى. إسرائيل لا زالت تعمل بشكل حثيث لفرض سيطرتها وسيادتها على المسجد الأقصى. ربما آخر حدث يدل على هذا الأمر هو امتناعها عن إدخال موظفين لدائرة الأوقاف الإسلامية الذين عينوا بأمر من المملكة الأردنية الوصية على المقدسات في مدينة القدس. رفضت إسرائيل إدخال هؤلاء إلى المسجد الأقصى ورفضت قبول لتعيينهم حتى الآن، ما من شأنه أن يعيد هذا التوتر ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأردني. شكرا. الذي شهدناه أيضا في الأسابيع الأخيرة على خلفية أحداث الأقصى.